أقامت اللجنة متابعة خلية الأزمة في زاخو بالتعاون مع اتحاد الشبيبة وطلبة كردستان بتوزيع كمامات على المواطنين والمحال والأماكن المزدحمة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا في المدينة. بتوجيه من قائم مقام قضاء زاخو وبالتعاون مع اتحاد طلبة كردستان واتحاد شبيبة كردستان، قامت لجنة المتابعة في قائم مقامية قضاء زاخو بتوزيع الكمامات للمرحلة الأولى على مواطني قضاء زاخو، وخاصة داخل الأسواق والمحلات والأماكن المزدحمة. وسيتم في المرحلة الأولى هذه توزيع أكثر من 2000 كمامة وتوجيه المواطنين وتوعيتهم حول مخاطر هذا الفيروس، وكذلك تحصين أنفسهم من الإصابة به وطرق الوقاية من انتقال هذه الجائحة بصورة صحيحة وعلمية.